الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار فجرت 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 وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت 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 وإذا البحار سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسكت والضحى إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه ولقد رأيه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد بسم الله
أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بالبلد والد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أحسب أن لم يره أحد، لم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة. أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين. وما أدراك، وما أدريك، وما أدراك، وما أدريك، وما أدريك، وما أدريك ما العقبة؟ فك رقبة أو يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليالي الناس والشفع والوسط والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عسر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي يكرم فيقول ربي أكرمن وأما إذا
عليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا ألا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذا دست الأرض دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله أكبر.
ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترون عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.